بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع تحليل معلوماتي لمشروع الحركة الانتقالية داخل الإدارات العمومية أو كداخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، نريد أن نبرمج تطبيق لصالح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وهو تطبيق سيكون إن شاء الله مشابه لبرمجة أي تطبيق يتعلق بالحركة الانتقالية داخل أي إدارة عمومية، لأن هناك جهوية متقدمة وكل جهة كما قلنا تحتوي على مجموعة من المدن، وكل مدن لها مجموعة من المؤسسات ودائما طريقة التسيير، فإنها طريقة مشابهة والهدف من خلال هذه السلسلة من الفيديوهات هو تسهيل الأمر عندما نريد أن نعمم هذا المشروع على باقي القطاعات، وكذلك التطرق إلى مواضيع أخرى، لأن التقنيات هي تقنيات موحدة، فقط التحليل ما يختلف، التحليل هو فقط الذي يوجد فيه اختلاف. وبالتالي إن شاء الله سنقوم بعدما إن شاء الله تطرقنا إلى مخطط الأصناف، مخطط حالات الاستعمال أو Diagram to Use Case الذي برهننا على وجود مستخدم ومسير، وكل فاعل له حالات استعمال خاصة. إذن بما أن الهدف هو هدف تعليمي وهدف واقعي، إذن ازدواجية الهدف، هدف وهدف مزدوج، حيث أردنا برمجة تطبيق للإدارة والموظفين، نريد جعل خطوات تحليل المنظومة والبرمجة كوسيلة للتعلم وتشجيع الطلاب على البرمجة، وخصوصا أخذ المشعل ومحاكاة الطريق لمغرب رقمي متطور إن شاء الله. إذن هدف هو تعليمي، وبالتالي قمنا بخلط التقنيات. إذن تعلمنا كيفية استخراج Diagram to Use Case باستعمال طريقة UML أو لغة نماذج موحدة. سنستعمل إن شاء الله لغة ميريز لاستخراج ما يكافئ مخطط الأصناف أو Diagram de Class Diagram، وهو الأمثل والموديل كونسبتويل دو دوني. وبالتالي إن شاء الله سننشئ جميع الكلاس أو جميع الأونتيتي، وسنستعمل ميثود موريز أخرى. إذن سنستغل بيئة فيزيال ستوديو لرسم الكلاسات أو الأونتيتي، وبالتالي إن شاء الله سنذهب إلى دارش ميتاسيون أد نوفل إليمون أو عنصر جديد. الآن إن شاء الله UML كلاس دياغرام، وبالتالي أد قال. إذن سنقوم برسم تسهيل طريقة رسم. يمكن أن نذهب إلى Paint مباشرة ونقوم برسم مخطط الأصناف أو نريد نحن MCD موديل كونسبتيول دو دوني الذي يندرج في إطار تقنية ميريز ولا الميثود فرانكوفونية، ولا دائما لتلبية رغبات بعض الطلاب الذين لا زالوا يستعملون طريقة ميريز. وبالتالي إن شاء الله بوتون دروات دائما زر أيمن إضافة كلاس، لاحظ طريقة كلاس. ولا إذن كلاس الأول، الكلاس المهم جدا. إذن أول سأستعمل إن شاء الله مستخدم، مستخدم وسأسمح الاتريبيوت الاول هو مثلا رقم المستخدم. اتريبيوت اخر ان شاء الله مثلا اسم المستخدم. لاحظ
مثلا اسم مستخدم رقم التاريخ تاريخ التوظيف ولا تاريخ التوظيف تاريخ التوظيف هذا إضافة إلى المعطيات الرئيسية التي سنحددها إن شاء الله تاريخ التوظيف اسم مستخدم تاريخ توظيف رقم مستخدم ولا اسم المدينة التي يشتغل فيها مدينة الاشتغال لا إذا تاريخ التوظيف في نفس المدينة سنقوم بحساب النقط كل سنة أمضاها في مدينة سنقوم بإعطائها نقطة لأن هناك في التعليم مثلا حركة انتقالية تكون بنظام الكوطة أي استخراج مثلا 2% من الشغيلة على حسب نقط كل مستخدم وبالتالي سنضيف إن شاء الله سينفعنا إذا هو تنقيطه أو نقطة أو عدد سنواته أو نقطة ولا تنقيط نقطة ولا تنقيطه ولا يعني تنقيطه يساوي عدد السنوات الذي قضاها في نفس المدينة وبالتالي سنقيط ولا سيأخذ دائما كل سنة سنضيف واحد إذن أعتقد أن الأشياء المهمة جدا هي الرقم والتاريخ التوظيف والمدينة والتنقيط ثم اسم المستخدم وهناك إذا وجدنا إشكال عند البرمجة ووجدنا أن هناك بعض المعطيات ناقصة سنعود إلى الMCD وسنقوم بإصلاح الخطأ ثم الذهاب إلى قواعد البيانات لإصلاح الخطأ ثم إلى دواليك وهذه العملية هي عملية شرعية وعملية منطقية تسمى تدرس في علم إنشاء التطبيقات أو جيني لوجيسيال وبالتالي مستخدم والشيء الآخر المهم جدا وهو نوعية المستخدم إذا نوعيته ماذا نقصد بنوعيته هل هو أدمين أم هو مستعمل عادي إذا نوعية أو نوع المستخدم نوع المستخدم يعني هل هو المسير لهذا التطبيق أم أنه مستعمل لهذا التطبيق يعني سامبل يوتيليزاتور أو بين أدمينستراتور إذن الحمد لله مستخدم يمكن إضافة أشياء أخرى مثلا بوتون دروات أد كلاس الكلاس مثلا الجهة هناك 13 جهة وسنقوم إن شاء الله بإضافة رقم اسم الجهة إذن البرمجة هي عبارة عن برمجة مباشرة استسمح أن كان أشياء اسم الجهة رقم الجهة ولا في المغرب أعتقد 13 جهة ولا إذا الحمد لله اسم الجهة رقم الجهة سأضيف كلاس آخر الجهة هي عبارة عن مجموعة مدن ولا مدن والمدن كل مدينة سنعطيها إن شاء الله رقم المدينة أو كود بوستال رقم مدينة ولا ثم اسم المدينة ولا إذن الجهة هي مجموعة من المدن والمدن تحتوي على مجموعة من المؤسسات التكوين المهني إذن مؤسسة ولا المؤسسة فهي عبارة عن رقم كل مؤسسة لها رقم المؤسسة لاحظ بأننا في الدياجرام دو كلاس أو في MCD أو في MCD موديل كونسيبتيال دو دوني نتعامل بتجرد كما شرحنا في البلايليست الخاصة بموريز والبلايليست الخاصة بUML دائما الانتيتي والكلاس نتعامل معه بطريقة مستقلة يعني ما هي مواصفات المؤسسة بدقة دون النظر إلى المحيط إذن رقم المؤسسة
مؤسسة. إذن حتى هنا سأضيف إن شاء الله اسم المؤسسة. اسم المؤسسة. اسم المؤسسة. ولا. إذن كل رب يعني جهات مؤسسات مدن ثم مستخدم ثم الشيء المهم هم طلبيات الانتقال أو لدوموند أو طلبية انتقال طلبية انتقال طلبية انتقال. إذن سنقوم بتطبيق إلكتروني لطلبيات انتقال أو لدوموند دو ميتاسيون أو لدوموند دو ميتاسيون. ولا. إذن كما قلنا أجوتي أتخيبي سنقول رقم الطلبية يمكن أن يتتبعها المستخدم ثم إن شاء الله أجوتي تاريخها تاريخ الطلبية وأشياء أخرى ربما سنضيفها. إذن الحمد لله قمنا بجرد مختلف الأشياء وإن كان هناك أشياء أخرى سنضيفها ولكن لا أطيل عليكم في هذا الفيديو سأقوم بالانتهاء منه وتتمته في الفيديو المقبل. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.